الله يجازيكم بخير، ديروا معنا شي حل نهائي الله يرحم الوالدين لهذا الطريق. احنا راه مالو كاين بزاف مكرفسين لنا الولاد في الشتاء، مكرفسين حنايا، مكرفسين كلشي مكرفس. الاسم ديالي ساجد حميد، الساكن في عيط قاسم، وتنهضر على هاد القضيه ديال اللي عندنا هنا، ديال على واحد من الاحياء الناقصه التجهيز. راه نهار 6 اكتوبر حطينا واحد الشكايه تعرض فيها باش يجيو يصلبوا لنا هنايا. راه درنا لهم هذا الطلب، هذا ها هو التدخل لرفع الضرر. دابا هذه السيمانه ما عنديش نقدر نقول لهم بان ما جاوبونيش، هو فعلا ما جاوبونيش، ولكن السيمانه راه ما تيجاوبوا فيه. وعلاش؟ هنا غادي ندخل لكم في الموضوع ديريكت باش تعرفوا، راني هضرت لكم في واحد الصفحه نيت كساكن وكفاعل جمعوي كما تعرفوني نيت مزيان. هذه واحد الصفقه، ها هي هذه راه ديال البلديه كما قلت لكم، انا راه ما تندخلش بلا وثائق. ها هي وحده، هذه راه في الاسم ديال البلديه، وها هي هذه راه قال لك اسيدي هذا محضر للدوره الاستثنائيه 23/24 نوفمبر 2015، باننا حنا دخلنا الميزانيه لسياسه المدينه على حساب هذا الطريق كما انتم تشوفوا فيه. واحد الفيديو راني يلاه درته فهاد الشتيوة اللي جات، والحمد لله طاحت غير واحد العشيه وواحد النص ديال الليل ومشات وزادت، وريتكم غير الطرق كي دايره. ها وحده هذه بعدا ديال 2015، هذه ديال العداله باش ما يقولش شي واحد لا هذه ولا ديك، هذه ديال المجلس السابق. الاخرى اللي وريتكم ديال المجلس الاسبق وهذه ديال السابق. ها هي قال لك باش يصوبوا لي الطريق من كل اي تقاسم، والزاويه سيدي داود والزيدانيه وكاشبار. ها حنا باقين دابا لدروك، وهنا راه كانوا دوزونا الى بين لكم، غادي نوريها لكم بلاتي غنلقاها باش نعت عليها، بان حنا راه دوزونا في الشطر الثاني. ها هي عليها صبعي، بان غادي ندوز في الشطر الثاني. ها حنا الشطر الثاني مشى الله يرحمه. فين وصلنا؟ وصلنا المجلس الحالي اللي تنتمناو منه ان شاء الله وتطلبوا ربي باش يجي يصوب لنا هذا الطريق. راه حنا مهمشين هنا الى اقصى درجه، تنعانيو بهادشي هذا كامل، وراهم ما تيعرفوا هادشي هذا كلشي، راه تنعانيو مجموعه المواضيع وما بغيناش ندخلوا لهم. ها هي قال لك اسيدي غادي يجيو عندنا، سالوا هذيك البلايص نهار 22 الشطر الثاني، سالوا 22 وهما دوزونا للشطر الثالث. وكما كاتبينوا هذه راه الورقه ديالهم، هي راه كلشي من الفوق، كاشبار ولاد الغزال اي تقاسم. وها حنا باقيين دروكا لحد الساعه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. انا واحد السكينه من السكان ديال عيط قاسم، الله يجازيكم بخير. احنا متضررين في هاد الدوار بزاف، في هاد الحي الله يجازيكم بخير. كاين شي وعود ديال البلديه كيوعدونا بالنسبه لهذا السيد الرئيس اللي هضر معكم دابا، راه قال لكم كلشي وراكم كلشي، الوثائق اللي قلتوا راه غادي تقادوا في 2015 سالات، وغتقادوا غتجيو تدخلونا في الشطر الثاني، ودخلنا في الشطر الثاني خرجتونا، دخلتونا في الشطر الثالث. الله يجازيكم بخير، ديروا معنا شي حل نهائي الله يرحم الوالدين لهذا الطريق. احنا راه مالو كاين بزاف مكرفسين لنا الولاد في الشتاء، مكرفسين حنايا، مكرفسين كلشي مكرفس، حتى شي حاجه ما في هاد الدور مهمش واحد التهميشه ديال المعقول. الله يجازيكم بخير، راه صافي راه وصلنا للحضيض زعما، وصلنا صافي بنادم، راه عيينا ما نجيو لعندكم، عيينا ما نطلبوا فيكم، عيينا شحال المسائل، كاين الما خاص، كاين الطوبيس خاص، شحال من الحوايج. حنا دابا بغيناكم الله يجازيكم بخير تقادونا غير هاد الطريق، الله يرحم الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. انا واحد من السكينه ديال عيط قاسم، عضو في الجمعيه الله يجزيك بهم بخير. راه حنا من 92 وحنا كنعانيو من الماء، من الضير ديال الماء والتكرفيس والتهميش، وشحال من اسميتو داز من العضو داز، شحال من رئيس داز من 92 الله يجزيكم بخير. حنا راه كنعانيو، ولادنا كيعانيو، كتكون الشتاء ما كيقدروا يخرجوا للمدرسه، ما كيقدروا يخرجوا لحتى حاجه، الحانوت ما يقدرش يدوز ليها، بحال انك حنا في الجبل، الجبل راه ما بقى فيه كذاك. السلام عليكم. هذا ودي نكني اكني صبح ربي، هذه انت ودرا غير الخيرات.
غير لونزار نتو درا نوزن نتو درا كنينات يغنرد ناوي البوطا ولي غنرد ناوي كرال نتقديه ولا غير الحانوت يغتنرا ولا كان الحاجة ولا توم غارين ولا الزن نتو درا بزاف انا راه كوني صربح ربي هذا غسلوش كامل تا كامل وعود يا اخوان كوني صربح ربي هذا غتعدل ما غراس زود نكني زود كلو الموزون زود تيميزار حتى نكنين كاع المواطنين يا حيا الملك يا حيا محمد السادس حنا بغينا حقنا من حقوق الانسان الله يرحم ليكم الوالدين. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.